مرحبا أصدقائي، تحياتي لكم وشكرا لكل المتابعين معنا ولكل اللي عم يشاركونا وكل اللي اشتركوا بقناتي مزارع الأبقار الحديثي. بهذا الفيديو راح نشرح شوي عن بناء الحظائر بطريقة صحيحة لجني أرباح وأخف تعب. كيف شايفين، أعطيت مثيل هذه الحظيرة الكبيرة. هذه الحظيرة تقريبا موجود فيها تقريبا أكثر من 400 راس. طبعا هذه واحدة من الحظائر الموجودة عندنا. هذه حظيرة كلها فيها طبعا عجلات. هذه العجلات قسم يتم بيعها وقسم تؤخذ لتصبح أبقار ناتج الحليب طبعا، وكلها جاهزة للولادة، كلها في أعشار بطنة. شايفين كيف قلنا يتم تعشير الأبقار أو العجلات بسن 12 شهر، على تقريب السنتين بتكون خلفت أول عجل وبصير تنتج حليب شوي شوي. طبعا بالنسبة لبناء الحظائر كيف شايفين هوني، طبعا نحن عم نحكي بالنسبة للأبقار فقط، بالنسبة للأغنام شي ثاني، يعني بالنسبة للأبقار والعجول. بالنسبة للأبقار والعجول لازم تكون السطح عالي كثير، خاصة في المناطق اللي شديدة الحم فيها. كيف شايفين هوني سطح لازم يكون رفيع كثير. سبب ارتفاع الأسطح في الحظائر هو الغاز اللي بينجو الأوساخ اللي بتزيد الأبقار أو الفضلات. هذه الفضلات تنتج غازات اسمها غاز الهيليوم اللي بتعمل كثير المشاكل بأيامات الحمل للأبقار، مشاكل رئوية ومشاكل تنفسية. فيفضل انه السطح يكون عالي كثير اللي يقدر الهواء والأكسجين يدخل ويلعب، ويظل نفس الوقت برود، بظل في العجلي برود وجو مناسب لها. فهذه أول نقطة في بناء الحظائر، إنه لازم تكون الأسطح عالية جدا. كل مكان بالمناطق الحمية، أنا بحكي طبعا بالمناطق الباردة يفضل كمان أسطح عالية بس تكون مسكرة، اللي بحالة أيامات الصيف أو الحم تفتح الأبواب، تفتح الشبابيك، تكون مسكرة تقريبا. نحن هون المنطقة تقريبا بسبب أجواء حمية جدا. وكيف شايفين أنه الحظائر كلها في الشرطاب جوا ناشفة، الهواء بيدخل، الجو المناسب للأبقار والعجول. النقطة الثانية هي المعلف. المعلف اللي بنحط فيه، بنوزع فيه العلف تبع الأبقار. شوفوا معي، طبعا نحن هون بتفوت شاحنة كبيرة وهي بتوزع الأعلاف. فيفضل يكون عرض هذا المعلف أو هذا الطريق تقريبا من 6 إلى 7 أمتار، بحيث تفول الشاحنة أو التراكتور أو الآلة اللي بدها توزع العلف بتوزع على الجنبين. على الأجنب وبتظلها طالعة من الجنب الثاني. طبعا كيف شايفين هون طريق والمعلف أو توزيع الأعلاف يتم على الأجنب أو الجوانب. سبع أمتار أو 6 أمتار بتكفي إنه تدخل شاحنة وتوزع العلف. النقطة الثالثة والمهمة اللي هي جويب المي، المكان اللي بتشرب منه الأبقار أو العجول. الأفضل تكون مش من الحديد، من يوريستا، لأن الحديد مع المي بيعمل طبقة الصدى والصدى بيأثر على العجلات. فالأفضل تكون نيورستا بتصديش وأهون للتنظيف. طبعا نحنا كل أسبوع أسبوعين نحنا بنقوم بتنظيف هذه الجويب المياه.
طبعا هي الأكلة الجوامي اللي بتشرب منها العجول. فهذه نقطة كثير مهمة، انه مش من الحديد تكون بس من النيوريستا. النيوريستا ما بيصديش وبيحافظ على حيله أبدي. طبعا في أمور كثير نحن راح نحكي عنها، بس ضيق الوقت مش عم يسمح لي إني صور فيديوهات الفترة هي. فعن قريب راح يكون في عنا وقت ونصور فيديوهات أكثر ونشرح أكثر عن كل الأسئلة اللي طلبوها مني، بس بحتاج شوية صبر وكل شيء تمام. النقطة الرابعة اللي هي كثير مهمة كثير، المنطقة اللي بدها توقف فيها العجلة منشان تاكل العلف تبعها، شايفين معي هون هاي المنطقة. هاي المنطقة معبر صغير، أفرجيكم بالضبط كيف بيكون. شايفين معي هذا المعبر، هذه المنطقة اللي بتوقف فيها العجلة اللي بتاكل العلف. طبعا الفضلات تبعها كلها بتزدها هون وهي واقفة، فنحن بقوم بحفارة أو جرافة صغيرة ومننظف كل هذه الأوساخ ومنزدها. أفرجيكم بالضبط لو منضغط، طبعا نحن بنقوم بفتح هذه الأبواب، بتكون جرافة صغيرة بتجرف كل الفضلات الرطبة، شايفين مع البول مع كل الأوساخ. بتفوت جرافي تنظف كل هذا وبتزده بالمنطقة هي. نحن عاملين هون مثل بركة صغيرة، طبعا نحن منظفين هون، شايفين كيف الأوساخ متجمعة. بركة صغيرة اللي بنزد فيها كل الفضلات. بعد شهر تقريبا نحن بنجيب جرافة أخرى بتفض هذه الأوساخ. طبعا أوساخ الأبقار هذه في مصنع اللي بيخذوا عليها بيستنجوا منها الغاز وبيستفيدوا من الغاز هذا، ففيش يعني فيش بيروح هيك. هذه الأوساخ بيخذوها شاحنات، طبعا عندنا كمية كبيرة، نحن بتجي شاحنات بتحملها وبتاخذها على مصنع اللي بتنتج منها غازات من خلال هذه الفضلات تبع الأبقار. طبعا هي الغازات اللي حكينا عنها أول شيء اللي هي بتضر الأبقار إذا ظلت موجودة. فهذه أربع نقاط كثير مهمة للي أحب إنه يبني حظيرة ينتبه للشغلة هذه. طبعا هي الأمور كثير بتريحه وبتهون عليه. نحن عم نحكي عن حظائر كبيرة، مش عم نحكي عن 100 عجلة ولا 50، طبعا مش بحاجة إلى حظيرة مثل هي. نحن عم نحكي عن حظائر كبيرة، اللي بده يعمل مشروع كبير فالأفضل تكون بهي الطريقة طبعا. والأفضل كمان أن تقسم الحظيرة إلى أقسام، بحيل كل تقريبا 30 عجلة لحيلهم. هول 30 عجلة لازم يكونوا بنفس الحجم بنفس العمر بنفس الطول. ما بصيرش أني حط عجلة عمرها 5 أشهر مع عجلة عمرها 9 أشهر. طبعا لازم يكون العمر نفس الشيء تقريبا، الحجم نفس الشيء. إذا العجلة أصغر بالحجم فأني بحطها مع صف ثاني أو مع عجلة أصغر منه. شكرا لكم أصدقائي، تحياتي. بتأمل أنه ينيل عجيبكم، بتزيد مشاركتكم وتفاعلكم معنا. تحياتي لكم وإلى اللقاء أصدقائي.
Thank you.